انا الام ديال ايمن بن قويدر الله يرحمه اللي تضرب نهار 8/8 ومات نهار 15/8 وبقى المده ديال 5 شهور و7 ايام والحق ديالو ضايع اللهم لك الحمد. واخيرا واخيرا بان لي حقه الله يجعل لي البركه في السير حموشي اللي هو اللي نصرني على هذا المجرم هذا هو اللي جاب لي حق الولد ديالي الله يجازيه بخير والله يعلي درجته. البارح الجمعه مع ديك 12 جا عندي واحد الضابط عيط لي قال لي فين قلت له انا في المارشي قال لي جا عندي الدار انا قفلت الباب جيت دخلت السلام عليكم السلام قال لي السيد باغي يهضر معاك قلت له مرحبا اتصل بالسي الحموشي وعطوني البشرى بشرني الله يبشره بالجنه بشرني السي الحموشي عزاني وقال لي راني كنبشرك بان راه الابن ديالك الحق ديالو هو ظهر القاتل ديالو هو تشد وهو هابط راه تشد في العرايش وهو مهبطين وعندك السله 5 شهور و7 ايام ووعدني كذلك بانه غيجيب لي حق ولدي الثاني لانهم هما كانوا جوج المجرمين الاول هو مول 30 سنه والثاني كان عنده 16 عام. المهم قال لي الاولاني وكما كنقولوا راس الحربه اللي قتل هو تشد راه الاعتقال والثاني ان شاء الله موعدني سي الحموشي حتى هو غادي يجيبوا لي والله يقويهم عليهم والله يغلبهم عليهم. من هذا المنبر كنوجه التحيه ديالي الخاصه والعامه رجال الامن بصفه عامه لانهم صراحه واخا مع الغبينه ديال التعطال كانت عطال باش ما مات ولدي وما ما بانش الحق ديالو كنت كان بعض المرات كان نفعل عليهم وكان هذا وهزوا ليه بالي صراحه واستجبوا معايا وما ما لامونيش في ديك اللحظات اللي كنت بعض المرات راه كنت كنمشي عندهم ما نقولكش في واحد الحاله هستيريه وما كنحش براسي اش كنقول لهم ولا اش كان هذا وكانوا كيتقبلوني كيتقبلوني المهم الله يجازيهم بخير. عمر كيت ولدي ما غادي تبرا عمرها ما غتبرا لاني ما عنديش البديل فين غنتلف كان هو واحد واحد هو الله كنت انا وياه في الدار بجوج بينا معنا غير سيدي ربي الحبيب والحمد لله الشم اللي بان الحق ديالو يا ربي الحبيب انا كنتمنى منك يا ربي تقبلوك هديه من عندي انا عطيته صدقه لسيدي ربي وكنتمنى الله يقبلو مني يكون صدقه مقبوله. لا ما غيبقاو شحال من طبيعه الحال حتى واحد ما غادي يبغي يشوف مجرم قاتل غيبقى خارج على النطاق ديال العداله راه حتى واحد ما غادي يتقبلها ما غيتقبلها حتى شي واحد. نعم كانوا قالوا بانهم راهم حرقوا خرجوا غادروا التراب الوطني وما نقولكش على ديك اللحظه انا شنو كان الاحساس ديالي لدرجه انني راه كنت غارمي راسي من طروازيام في لابيجي وكما قلت لك الدراري ديال الامن كلهم زعما الصراحه هزوا ليا بالي اش قالت نعيمه العقل ديالها صافي مشى بان كتقول صافي ولدي مشى الحق ديالو ضاع الحق ديالو واحد اللحظه كنقول كيقولوا لي دوله الحق والقانون ما بان لي الحق لا قانون وما نكذبش عليك اعوذ بالله مش تراجم جاتني كالجهاله بحال جهلت وملي سمي كياكدوا لي رجال الامن كيقولوا لي راه السيد ما كاينش برا التراب الوطني راه باقي ذاك التراب الوطني والحمد لله الحمد لله فعلا داكشي اللي كانوا كيقولوا لي هو اللي وصلت ليه وكانوا كيقولوا حنا خدامين عليه وراه كاين كانت واحد اللحظه كيبيك كيقول لك هو هنا ها هو هنا ها هو هنا حتى المواطنين في واحد اللحظه كانوا واش خوف او لا كما كيقولوا غندخلوا سوق راسنا ما سوقناش ولكن مؤخرا شغنقول لك من هذا المنبر كنشكر القنوات اللي كاملين جاوا لعندي وداروا معايا الروبورتاجات لانهم تما ساعدوني لان حتى الاعلام راه دار الدور ديالو وكنشكر جميع المواطنين اللي هما استجبوا معايا المهم الكومنتيرات ديالهم والتعاليق الحمد لله كلشي استجب معايا وفضل المواطنين وفضل الاعلام هما اللي ساعدوا الرجال ديال الامن توصلوا للجاني. هو الواحد اللي عندي واحد هو الله 17 عام تماره ضربوها ليا في الزيرو ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. كنخدم في المارشي كنبيع الميحه والخل كيعرفوني العالم كامل كيعرفني الحمد لله ومفتخر كنفتخر الحمد لله كنفتخر خدامه في المارشي وكنفتخر عندي سمعه ديالي طيبه والناس كلهم كيعرفوني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد رزوني في ولدي بغيت ربي يرزيهم في نعمه العقل والبصر. الشباب انا ولدي ضاع الله يرحمه وما نبغيكمش تطيحوا في شي موقف بحال هذا. لا بالنسبه للجاني
ولا للضحيه. راه حتى واحد راه صراحه راه يدي فوق قلبي، راه واخا انا الشيء راه واخا تشد المجرم حتى انا والله يحسن عوال والديه صراحه. راه انا تكويت وتما راه مكويين، ولكن هما ما قالوش لولدهم سير دير، وانا حتى انا ما غنبغيش نشوف شي عائله بحال هكاك، لا بالنسبه لا لي ليا انا ولا اللي غيكون جاني. الدراري الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، شويه بالرياضه، شويه بالرياضه، وصلوا بعدو من هذيك القرقوبيه الحشيش، راه هادشي ما كيخرجش، راه فعلا كيبين لكم واحد المنظار وكيبين لكم معرم الله شنو كيبين لكم في الخيال ديالكم. كي داكشي راه ما تيخرجش، راه كتجي ندامه، ولكن ملي كتجي ندامه كتلقاو سيطرو طالفات الحال. بنادم راه ملي كيزرمو دابا الروح عزيزه عند الله، والروح ما فهمش دغيا ولات كطيح، بنادم كتقيسو كيطيح كيموت. بركه من الاجرام، بركه مغربنا ولا زوين، خليوه زوين، خليوه نقي، خليوه نقي. كل نهار كنسمعوا طاحت روح هنا، طاحت روح هنا، طاحت روح هنا. ويا المتاجرين ديال الحبوب الهلواسه، يا اللي كيتاجروا في الحبوب وفي المخدرات، الله يهديكم، خافوا على دوك الناس اللي كتبيعوا لهم، ديروا بحال ولادكم ولا خوتكم. بركه راكم عايشين في بلاد الحمد لله راه زيانه البلاد، ما بقاتش كي كانت، راه زيانه، خليوها تبقى زوينه، خلي سمعه المغرب تبقى زوينه. هذيك جابوها لي الدراري ديالو ديال المشجعين الجيش الملكي نهار اللي مات، جابوها لي مساكين وجاو كيعزوني، ومن هذا المنبر كنشكرهم بزاف 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 لانهم ما نساونيش. من نهار اللي مات ولدي تقريبا كل اسبوع كيجيو عندي كيقولوا لي لا مات ايمن، احنا كنا ايمن، احنا كاملين ولادك، ما فاتونيش صراحه بالله، الله ياخذ الحق. نعم خويا كان كيقرا في المدرسه العالميه للرقص والموسيقى، كان كيقريو كوار، كان كيقرا في حي الرياض، كيقرا ديك الموسيقى ديال كلاسيكي بيتهوفن. ايوا ما خلاوش يكمل، ما خلاوش يكمل، دعيتهم لله، كان عنده مستقبل ظاهر. شي راه غير من الصوره ديالو، الصوره ديال المجرم راه كيبان كل واحد. ولدي ما غاديش نبقى انا في المنهضه نقول لكم انا ولدي نقي ولا هذا، خرجوا الشارع وسولوا عليه. ولد 17 عام ما كيعرف لا بليه لا كار ولا والو، البليه ديالو قيطاره موسيقى. ومن هذا المنبر كنتوجه بالشكر ديالي الخاص الكثير بزاف 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 للسي الحموشي، وكنشكرك بزاف السي الحموشي، لان الفرحه اللي دخلتي عليا البارح مع الوقفه ديال الجماعه بغيت ربي يدخلها لك ان شاء الله في الجنه. نعم 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 الجنازه راه اش غنقول لك، راه سبحان الله راه عالم، اش غنقول لك الناس اللي سميتو ما لقاوش فين يوقفوا. جماهير جات تبعتني وتبعت ولدي، وها كورونا ورغم ذلك جاوا الناس وهذا، وخرج الامن وحيدوهم من الباب وداك الشيء، ما اش غنقول لك. المهم الحمد لله، وفوق هادشي انا كيتي راه ما بارياش، كيتي راه ما بارياش، واخا كنقول لكم انا فرحانه، راه فرحانه غير من واحد الناحيه، من فرحانه لان جاني تلقى عليه القبض وحق ولدي يبان ما داش. من ناحيه اخرى ولدي راه كيتو، راه حتى نهار اللي يمشي للقبر راه ولو يكون كاع ماشي تتقتل، غير ما تموت الله راه ما غاديش يتنسى ليا. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم امين، اللهم امين. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.